السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برحب فيكم في المحاضرة الأولى من محاضرات مساق 3D Modeling، مساق التجسيد ثلاث الأبعاد لطلبة الوسائط المتعددة وتطوير الويب في الجامعة الإسلامية. إن شاء الله تعالى هذه المحاضرة راح تكون مقدمة للمساق، راح نتعرف فيها على بعض التفاصيل، إيش يعني 3D Graphic وإيش تطبيقاته، البرنامج راح نستخدمه البلندر وإيش مزاياه، إيش هو وإيش مزاياه، وحنحكي عن System Requirement for Blender، إنه أنا إيش بلزمني أجهزة أو إيش بلزمني هاردوير على أساس أنا أشغل البلندر. في البداية لما نيجي نحكي إحنا المساق اللي اسمه 3D Modeling، طبعا انتم في المساقات الثانية يعني في بعض المساقات مثلا اشتغلتوا على برنامج زي برنامج الالستريتور. برنامج الالستريتور بيعمل على انشاء رسومات ثنائية الابعاد، تمام، باستخدام الحاسوب. هاي الرسومات زي ما حكينا ثنائية الابعاد 2D بتتعامل مع بعدين، لكن هي اساسا منشأة ومعالجة باستخدام الحاسوب نفسه. لما نيجي مثلا نرسم في برنامج الالستريتور كنا نتعامل مع بعدين، يعني كنا نيجي نرسم شيب، الشيب مثلا مربع، ريكتانجل، ريكتانجل، سيركل، شغلات 2D، يعني بتتعرف من خلال نيجي نحكي ممكن يكون مثلا معرف واحد، يعني ضلع نص قطر او اثنين. يعني مثلا لو حكينا مستطيل، المستطيل يعني نحكي مثلا 5 × 3، في عندي له بعدين. اما بالنسبة مثلا للدائرة، الدائرة بنيجي نحكي عنها نص القطر او القطر. الشكل البيضاوي بنحكي عنه القطر الاول والقطر الثاني، لانه في عندي قطر بيكون كبير وقطر بيكون صغير. او في الالستريتور بنيجي نحكي نفس الشغلة، الطول والعرض، الويدث والهاي، تمام. الآن نيجي ننتقل إحنا أو تفكيرنا الآن بده يتسع أكتر عشان نيجي نحكي عن شغلة 3D. 3D أنا كنت في 2D أحكي الشيب، الآن في 3D بدي أحكي جيومتري، بدي أحكي أوبجكت، صار في عندي إشي أقرب للواقع، إشي ملموس أكتر، تمام. لما أنا أجي مثلا بدي أرسم شخصية، برسم الشخصية على الإلستريتور، بحكي دروينج وبرسمها 2D، بتبين إلي من جنب واحد أو مثلا وجه هذه الشخصية، المنطقة الأمامية منها. لو أنا بدي أجي مثلا أرسم الشخصية أو بدي أشوف الشخصية من الخلف، بدي أعيد أو أعمل رسمة ثانية من الخلف، بدي أشوفها من الجنب، بدي أعمل رسمة ثانية أو ثالثة من الجنب، بدي أشوفها بزاوية، بدي أعمل إلها رسمة من هذه الزاوية. فبالتالي كل ما بدي أنا فيو أو كل ما بدي يعني نجي نحكي طريقة عرض أو زاوية لرؤية هذا العنصر، بدي أعيد رسم هذا العنصر. في الـ3D احنا بننتقل من الشيب للأوبجكت، بننتقل من الـ2D للـ3D، بدل ما يكون في عندي X وY بدي يصير في عندي X وY وZ، تمام. بننتقل لجزئية انه انا الان هذا الموديل او هذا العنصر بقدر اشوفه من كل الجهات، بقدر اخذ له لقطات سواء كانت صورة او كان فيديو من كل الجهات، يعني انا بعمله مرة واحدة ومن أي زاوية بدي إياها أنا بقدر أخذ إله لقطة وأشوفه بالزاوية وبالطريقة المناسبة بالنسبة إلي، تمام. الآن بدنا نيجي نحكي عن 3D Graphics. The 3D Graphics is one of the most important and sophisticated computer graphics branches. يعني عالم الـ 3D، عالم الـ 3D Graphic بشكل عام بحكي لأنه هو يعني عنصر أو شغلة مهمة جدا لكن معقدة، sophisticated، معقدة، تمام، مش بسيطة، مش اشي بسيط جدا انه انا اجي اعمل مثلا 3D graphic، تمام. وطبعا 3D graphic بشكل عام هو في الكمبيوتر انا بانشئه وبرندره وباشاهده من خلال الكمبيوتر نفسه، سواء كان الجهاز اللابتوب او اي نوع تاني او الحاسوب الجوال ممكن اشاهد من خلاله. It offers the user three-dimensional virtual environment and figures can be interactive environment or just a watching movie or image. يعني هو الآن الـ 3D بعد ما أنا أجي أعمل الـ 3D زي ما نشوف المراحل بعد هيك، بيعطيني إمكانية إنه
أو هو بيعطيني بيئة افتراضية، بيئة أقرب للواقع بشكل ثلاثي الأبعاد زي ما حكينا، بقدر أشوفها من كل الزوايا بكل الطرق المتوفرة عندي. وممكن أنا أو هذه البيئة تكون interactive environment، يعني تكون بيئة تفاعلية زي لعبة. الألعاب كلها اللي بتلعبوها، المثال بسيط عليها الببجي مثلا، اللعبة هذه 3D، كل العناصر اللي فيها 3D وتفاعلية. يعني الآن لو كان في عندي بيت، أنا بقدر ألف حوالين هذا البيت، وكل ما أروح من زاوية بأشوفه بمشهد مختلف عن المشهد اللي شفته بالأول. وهذه البيئة تفاعلية، يعني أنا بقدر أتفاعل معها، أغير في العناصر الموجودة فيها. وممكن تكون or just watching movie or image، يعني ممكن أنا أجي أعمل مثلا فيلم 3D وأحضره بشكل كامل، بس إن أنا أتفرج عليه على شكل فيديو، على شكل مخرج فيديو بسيط. طيب، تطبيقات ال 3D طبعا لها تطبيقات في جوانب كثيرة جدا جدا جدا. أولها وأكثرها شيوعا بالنسبة لنا كلنا entertainment and games، entertainment and games يعني للترفيه وللعب. زي ما احنا بنلعب اي لعبة بننزلها بيكون فيها بيئة 3D، فهذا بنسميه ترفيه او انترتينمنت. انا ممكن استخدم فيه ال 3D جرافيكس. كمان شغلة سينما موفي اند فيجوال تريكس، يستخدم في الخدع السينمائية او في الخدع البصرية بشكل كامل، ويستخدم كمان في الافلام السينما. يعني ممكن انا انتج فيلم كامل 3D ويتم عرضه في السينما. وطبعا السينما احنا الان بنحكي، يعني لما نيجي نحكي عن السينما في العالم كله، في دور السينما اللي بيتم عرض بعض الافلام فيها، وعندنا بالنسبة لنا ما فيش موجود دور السينما. لو انا هذا الفيلم شاهدته على شاشة عندي في البيت، برضو احنا بنعتبره في مجال السينما بشكل عام. طيب، المجال اللي بعده Education and Explanation Drawings and Figures، يعني انا بمجال التعليم برضو ممكن استخدم 3D graphics، وهو مستخدم بشكل كبير جدا في مجال التعليم، الشرح. تمام، لما بدي اجي اشرح جزئية معينة، بدل ما اشرحها بشكل هيك نظري وتخيلي، ممكن انا اجي اعملها 3D. ويمكن كتير شفنا مثلا فيديو بيشرح عمل الجهاز الهضمي في جسم الانسان، وهذا الفيديو بيكون 3D، معمول موديلنج للجهاز الهضمي داخل الجسم، وكيف مثلا نفترض الانسان بياكل شغلة، وهذه الشغلة بتنتقل من التجويف الفم، بتنتقل عبر البلعوم والمريء، وتنتقل الى الجهاز الهضمي من الداخل، مسيرتها بشكل كامل وبشكل 3D. فهنا هو يعني انا بقدر اوضح او اعرض، تمام، او اعمل اكسبلينيشن لشغله ممكن ما تكونش مرئيه، لكن بخليها واقعيه او اقرب للواقع بشكل كبير جدا من خلال ال 3D graphics. فيرتشوال رياليتي ابلكيشنز، الفي ار، عالم الفي ار بشكل كامل معتمد على ال 3D graphics. ما بقدر انا اشتغل شغله في ار و 2D، تمام، ما بتكون واقعيه كثير. في عندي كمان عالم الكوميرشال اناونسمنت، الاعلانات، او نيجي نحكي العالم التجاري، تمام، الاعلانات والتسويق بشكل كامل في الجانب التجاري. لما بدي اسوق لمنتج، او اسوق لآلة، او اسوق لشركة معينة من خلال ايضا ال 3D جرافيكس. والان يعني التوجه العالمي كتير جدا، الناس بلشت تطلب ال 3D، وخصوصا مع الازمات اللي احنا بنعيشها، ازمه مثلا كورونا. نذكر مثال على سبيل المثال للحصر، يعني شخص عنده مول نفترض ملابس، والان فيش ممنوع التجول، وممكن انا اوصل لك نفترض ديليفري، يعني انا اطلب او انت تطلب وانا اجيب لك اياه من هذا المتجر. طيب انا كمستخدم او كشخص زبون بدي اشتري، نحن بنعرف لما بدنا نجي نشتري ملابس بنلف على اكثر من محل، بنتفرج وبنفاصل وبنعاين وبنلبس وبنقيس وبنشوف كيف الالوان الموجوده، عشان نقدر ناخذ قرار شرائي ونشتري بدله او نشتري قميص او نشتري بنطلون او شيء واحد. فصعب جدا هذه الشغله اشتريها عن بعد. ويمكن اللي كان له تجارب في الشراء عبر الانترنت يحكي ان انا والله شفته قميص او جاكيت اشي فخم جدا بالصور، لكن لما وصلني طلع صغير، طلع ضيق، طلع لونه مش زي اللون اللي شفته، طلع خفيف جدا. فبالتالي التسويق دائما
زي لما بنيجي نشتري مثلا او نيجي نشوف دعاية برجر هيك شكلها بشاهي، بنروح نشتريها بنلاقي انه اختلفت كتير عن الصورة. طيب هذا الكلام في الاكل، ممكن انا اشتري بطاطا، اشتري اي شغله هيك عن بعد، يعني اقول له حط لي شغله واوصي انه يكون بمواصفات معينه، لكن بخصوص الملابس مثلا صعب جدا. فبعض الناس او بعض التجار الكبار اللي لهم ساحات او صالات عرض للملابس توجهوا انه يعملوا تطبيقات كامله، انه انا مثلا بدي اروح اشتري قميص، افوت على هذا التطبيق اتفرج على المنتجات اللي موجوده بشكل 3D، امسك القميص الفه من كل الجهات، البسه على شخصيه، يعني اجيب شخصيه تكون مقاربه لمواصفاتي، اعطيها الطول، اعطيها الوزن، اعطيها نحكي العرض، الستايل اللي انا بلبسه، لون الشعر، نفترض قصه الشعر، اعمل الشخصيه هذه كامله اللي هو انا، والبسه جاكيت او البسه قميص او البسه بنطلون من اللي معروضين عنده في المعرض. لما اوصل للشغله اللي تكون يعني جاي على مزاجي او جاي على هواي، واروح انا اطلبها او اشتريها. وطبعا كثير ناس خصوصا في دول الخليج عملوا هذه الشغلات، وكان في يعني زياده مضطرده في المشتريات وفي الارباح من خلال التطبيقات المشابهه لهذا التطبيق. وطبعا هذا التطبيق ممكن ما يكونش بس عشان كورونا، بعد هيك ممكن يضل مستمر ويضل ممتد. ليش؟ لانه بيريح الناس اللي بتشتغل، اللي بتقدرش تلف على المولات، اللي بتقدرش تروح في الزحمه، اللي ما بتحب التسوق، انه اشتري من خلال تطبيقات زي هيك. هذا انا بحكي كمثال، تمام؟ ممكن احنا نجيب امثله كثير جدا على تطبيقات في الواقع مشابهة لهذا التطبيق. طيب الآن احنا طلبنا منكم في يعني على الموديل انكم تجيبوا اربع سوفت وير او 3D سوفت ويرز، ممكن انا استخدمهم للموديلينج، ممكن استخدمهم للانيميشن، ممكن استخدمهم للفيجوال افكتس، وتحكوا لي ايش الفروقات اللي بينها. وحنراجع هذا الكلام ان شاء الله تعالى اللي سلمتوه ونعطيكم الدرجات. لكن يمكن وانتم بتبحثوا اكيد تعرضتوا لبرنامج المايا، لبرنامج البلندر، لبرنامج سينما 4D، لبرنامج 3D ماكس. هذه البرامج كلها عبارة عن تولز ادوات، انا بتعلم من خلال اداة من هذه الادوات، وسهل جدا بعد هيك انتقل او انطلق لاي اداة تانية انا بدي استخدمها. لو انا بدي اجي احكي بشكل سريع جدا، مثلا برنامج 3D ماكس عادة مفضل في الناحية المعمارية، الناس المعماريين، انا بحكي الان على الاقل عندنا في بيئتنا، الناس اللي بيشتغلوا الجانب المعماري والديكورات والتصميم الخارجي والتصميم الداخلي بفضلوا دائما يشتغلوا على السكتش اب وعلى ال 3D ماكس، تمام؟ وامكانياته ممتازة جدا في موضوع الموديلينج في الجانب المعماري، تمام؟ ايضا برنامج المايا ممتاز جدا في مجال الانيميشن. لو انا بدي اعمل انيميشن ممكن اعمل موديلنج نفترض على الماكس، وبعدين اجي اشتغل انيميشن على المايا. المايا كمان سهل جدا في السيميوليشن، لو انا بدي اجي اعمل محاكاه بعد هيك حنشوف ايش يعني سيميوليشن، بدي اعمل نار، دخان، بعض الفيجوال افكتس، المايا ممتاز وسهل جدا في هذه الامور. برنامج السينما 4D مميز في موضوع الموشن جرافيك، ال 3D موشن جرافيك. الآن نيجي نحكي عن برنامج البلندر. برنامج البلندر تقريبا بيجمع كافة المزايا، يعني سهل جدا في الانيميشن، سهل جدا في السيميوليشن، سهل جدا في الموديلينج. ممكن انتوا لما تتعلموا بلندر تقولوا لا هذا صعب، كيف انت بتحكي سهل؟ هو سهل للناس اللي اشتغلت في برامج تانية وبعدين انتقلت للبلندر، يعني صعب. يعني انتوا لو رحتوا فرجتوا على واجهات البرامج الثانيه وبلشتوا تتعاملوا معها حتلاقوا شويه فيها صعوبه وشويه فيها تعقيد. اما بالنسبه للبلندر لا، البلندر مباشر جدا وبسيط جدا وممكن تتعاملوا معه بشكل سهل. شغله كمان مهمه احنا بنحكي فيها في موضوع البلندر، انه البرنامج خفيف، 160 ميجا اخر اصدار. اي برنامج 3D ثاني مش حيكون اقل من 4 جيجا، هذا بيحكي عن 160 ميجا. الريسورسز اللي بيتطلبها والهاردوير اللي بيتطلبها برضه متدنيه، يعني ما بده جهاز بامكانيات عاليه جدا. وهذه اكثر جزئيه يعني خلتنا احنا نتحول ونروح للبلندر، لانه عاده امكانيات الاجهزه المتوفره بين ايدينا امكانياتها متواضعه بتكون، لانه
انتوا اللي زيكم كطلاب شريتوا مثلا لابتوب اول سنة في الدراسة، الان احنا بنحكي بعد سنتين او ثلاثة استخدام امكانياته طبعا قدمت شوية واداؤه اتأثر مع كثر الاستخدام في الفترة الماضية، فبالتالي احنا مضطرين انه نختار تول سهلة جدا وخفيفة وممكن تشتغل على اغلب الاجهزة بحيث ما تواجهكم مشاكل بعد هيك. What is Blender? Blender free and open source 3D creation suite. هو free بشكل كامل، في أي لحظة أنا بقدر أنزله، ما بده كراك، ما بده سيريال نمبر، أي أبديت له بقدر أنا أنزله بكل سهولة. شغلة تانية مهمة جدا في البلندر، can be used to create 3D visualization such as still images. يعني بقدر أطلع منه أنا صور بشكل سهل والرندر فيه سهل جدا. 3D animation نقدر نعمل فيه animation 3D برضه بشكل سهل. VFX shots اللي هو المؤثرات الفيديو. وفيديو editing كمان هو تول ممتاز جدا، كمان احيانا بيغنيني عن البريمير، واحنا عارفين لو انا بدي اجي اشتغل 3D فيلم او 3D موفي حيلزمني اضيف عليها اصوات، حيلزمني اعمل قطع لبعض المشاهد اللي انا طلعتها من 3D، حيلزمني اعمل بعض الاخراج، فبرضه البلندر نفسه بيعمل او بيشتغل شغل البريمير، فبالتالي هو يعني حاطط لي تول بتغنيني عن كل التولز التانية اللي بدي اشتغل في هذا المجال. ايضا بيشتغل في مجال لل 2D drawing و 2D modeling 2D animation عفوا بشكل كامل، فانا بقدر اطلع منه افلام 2D، افلام 3D، بقدر اعمل منه VFX يعني بدل الافتر افكت، وبقدر اعمل في فيديو editing بدل البريمير. ممكن بعض الجزئيات ما تكونش بضخامة الافتر والبريمير، لكن هو للشخص اللي بده يشتغل في هذا المجال تقريبا كافي وشامل كل الجزئيات. Blender is well suited for to individual and small studios who benefits from its unified pipeline and responsive development process. هذا البرنامج او البلندر مناسب للناس اللي زي ما حكينا مبتدئين وللي بيتعلموا 3D وللمؤسسات الصغيرة اللي بتشتغل في مجال 3D بحيث انه ما بده امكانيات زي ما حكينا كبيرة جدا. شغلة كمان مهمة جدا في البلندر is a cross platform application، اللي عنده لينكس، اللي عنده ماك، اللي عنده ويندوز بيقدر ينزله، له اصدارات لكل البلاتفورمز، وكمان له للاندرويد مشغل، مستعرض في الاندرويد، مستعرض في الاي او اس. يعني لو انا عملت موديل على اي برنامج زي الماكس زي المايا زي اي اشي مش حقدر استعرض الموديل تبعه او افتح الملف هذا على الجوال، لكن البلندر له تطبيق ممكن انا انزله على اي بلاتفورم واقدر استعرض اللي هو المنتج تبع برنامج البلندر من خلال هذا البلاتفورم. Blender also has relatively small memory and drive requirement compared to other 3D creation systems. الآن هذا البلندر بيحتاج رام أقل، هارد أقل، معالج أقل من أي برنامج تاني، وهذه الشغلة المهمة مهمة جدا. ليش؟ لأنه هو بيعتمد شغلة بنسميها OpenGL to provide consistent experience across all supported hardware. يعني هو بيعتمد تقنية بنسميها OpenGL بحيث إنه يخفض الريسورسز أو يخفض الضغط على الريسورسز تبعت الجهاز الموجود عندنا. طبعا وفي النهايه بيعطيني شغله يعني هاي كواليتي في ال 3D اركيتكتشر، وبيعطيني يعني موديلنج بشكل سهل، انيميشن بشكل سهل، رندر كمان بشكل سهل جدا وسريع جدا، فبالتالي ان شاء الله تعالى ما راح نتغلب مع هذا البرنامج. طيب في عندنا في موقع بلندر حاطين بعض الستوريز يعني الشغل الناس على برنامج البلندر. طبعا هذه الصورة الموجودة هنا هي مثال او نموذج تم عمله باستخدام برنامج البلندر بشكل كامل. هاي بعض الستوريز اللي احنا ممكن نتفرج عليها، برضو تم انشائها من الصفر باستخدام برنامج بلندر. ممكن نفتح منهم. Thank you.
هاي نموذج ثاني بس نمر عليه بشكل سريع. لاحظ الشخصيات، الإضاءات، حركات الكاميرا، الألوان، الظلال اللي موجودة في المشهد، هذا كله. باستخدام برنامج البلندر طبعا. بس كتلاحظوا شغلة انه الفيلم او الفيديو اللي عرضناه بالاول 3D، الفيديو هذا 2D. او احيانا بنسميه 2.5. ليش؟ لانه في يعني الظلال واضحة فيه، معطياني عمق شوية في الصورة. هنا في مشاهد برضو موجودة في 3D. كل هذا تم انتاجه باستخدام بلندر. طبعا البلندر اول اصدار له كان في 1994، هو كان لشركة او استوديو اللي هو اسمها استوديو نيو جيو. الشخص القائم على هذه الشركة مبرمج، وهو اللي انتج اول نسخة من البرنامج وكانت فري. فبلندر واحد كان في 1994. في عندنا كمان اشي بنسميه بلندر كوميونيتي. هذا الكوميونيتي برضو احنا طبعا هعطيكم البرزنتيشن هذا وحتشوفوا الروابط عندكم موجودة. الكوميونيتي هذا اي اشكالية بتظهر عندكم، اي استفسارات، اسئلة، ممكن تعملها بوست على هذا الكوميونيتي وبيجاوبوا عليها الخبراء والقائمين على شركة بلندر. في عندنا كمان هنا الدوكيومنتيشن للبلندر نفسه اخر فيرجن، ممكن انتم برضو ترجعوا له، يعني انه اي مراجع، اي مصادر، اي ادوات بدنا اياها، اي استفسارات، اداة موجودة في البلندر ايش وظيفتها، ايضا موجودة على هذا الرابط، فانتم بامكانكم ترجعوا له بشكل سهل. طبعا لو طلعنا حنشوف هذه واجهة البلندر، هي اول واجهة راح نشوفها ان شاء الله تعالى بالشكل اللي موجود عندنا. وانا بدي احكي الان هذا شكل بسيط جدا مقارنة ببرامج الـ 3D الاخرى. هذا الشكل اللي احنا شايفينه رغم انه فيها بعض الادوات او عدد من الادوات، الا انه هذا الشكل من ابسط الاشكال او من ابسط المناظر اللي ممكن احنا نشوفها في برامج الـ 3D. تمام، في عندنا هذا المنيو اللي موجودة على اليمين اللي فيها الاعدادات وفيها اللي ممكن انا اجي احكي البروبرتيز تاعت كل عنصر من العناصر. في عندنا هنا قائمة الادوات، في عندنا القائمة الاساسية اللي فوق، وفي عندنا التايم لاين الموجود في الاسفل، والواجهة او الشاشة اللي احنا راح نشتغل عليها ان شاء الله تعالى. النقطة الاخيرة راح احكي فيها ان شاء الله في محاضرة اليوم هي System Requirement for Blender. زي ما حكينا من البداية انه بلندر ما بيحتاج كتير هاردوير بمواصفات عالية. مينيمم 64 بت دول كور، 2 جيجا سي بي يو على الاقل يعني. تمام، والدول كور كويسة فيه، لكن الافضل الريكومندد يكون كواد او اوكتا، يعني ثماني رباع او ثماني. الرام 4 جيجا حد ادنى، يعني بيشتغل 4 جيجا، الافضل يكون 16. كرت او الشاشه الريزوليوشن تاع الشاشه بده يكون 1280x768، وهذا تقريبا اغلب الاجهزه الموجوده عندنا بهذه المواصفات، لكن الافضل يكون فول اتش دي ديسبلاي. طبعا بده ماوس مش التاتش، تمام، مش التاتش باد اللي موجوده في اللابتوب، محتاج ماوس على الاقل يكون 3 بتون على اساس احنا نشتغل عليه.
وبالنسبة للكيبورد كمان يفضل يكون الكيبورد فول كيبورد، موجود له لوحة نمباد على اليمين. ليش؟ لأنه الأرقام اللي على اليمين اختصارات لأشياء غير الأرقام الموجودة في الأعلى، فهو حيساعدكم أكتر إذا كان في نمباد، مش راح يغلبكم، أغلب الاختصارات حتكون شغالة معكم. الجرافيك كارت الشاشة 1 جيجا تمام بيشتغل، والأفضل يكون 4 جيجا. بحكي لي انه كمان عمره يكون اقل من 10 سنوات، يعني اي جهاز من 10 سنوات وجاي، يعني كور اي 3 وجاي بيشتغل او بيشغل البلندر بدون اي يعني او بدون كتير مشاكل، والافضل يكون زي ما حكينا يكون كور اي 7 وما شابه. طبعا الزياده في الهاردوير بتعطيني سرعه في الاداء، بتعطيني سرعه في الرندر، وهذه شغله مهمه جدا جدا لما نخلص احنا البروجكت اللي موجود عندنا. بهيك إن شاء الله تعالى رح نكون خلصنا المحاضرة الأولى، حكينا فيها عن البلندر وإمكانيات البلندر وليش إحنا هنستخدم البلندر، حكينا عن 3D. إن شاء الله تعالى في المحاضرة الجاية رح نحكي عن إيش يعني موديلينج، إيش يعني فيجواليزيشن، إيش يعني سيميوليشن، إيش المراحل اللي بنمر فيها لما إحنا بنجي نعمل أي 3D بروجكت. بنشكركم لاستماعكم ونتمنى لكم التوفيق، يعطيكم العافية.